الشارع السوري بالخارج سطح رمل، شو دور الفنان بنهضة الشارع السوري؟ بالنسبة لدور الفنان المثقف إجمالا، شوف كمان الإيد لحالها ما بتصدق. يعني اليوم ما بدنا نعتب والله كل شيء نحطه، طيب أنت يا فنان شو عملت؟ أنت يا كاتب شو عملت؟ أنت يا شاعر شو عملت؟ أستاذ علي فرزات هو رمز من رموز الثورة السورية، لازم تسلط الضوء عليها أكثر، لازم تعطى حقها وتعطى مكانها الصحيح في الثورة السورية وفي المجتمع السوري بشكل عام. بشنا بما يكفي من الحروب ومن الدمار والألم والعذاب لكل الأطياف في المجتمع السوري، يجب أن ننظر إلى الجانب المشرق للبلد ونسعى إليه. عندي على البيت وأنا متصفح، فزور شو بيقولي إلي يا أستاذ رجاء عن بركي بتوجه لهم كلمة، بدهم يطلعوا مظاهرة، بدهم يعملوا اعتصام، بدهم يعملوا كذا، بركي بتوجه لهم كلمة يعني إنه ما يعني رجاء يعني بيقتنعوا منك أنت إيه؟ طبعاً الهدف من هي الندوة هو يعني نحن عم نعمل ندوات في إنفينيتي جروب، نحن عم نعمل شهرياً ندوات لمثقفين، لفنانين سوريين، لمفكرين عرب وسوريين للالتقاء مع الناس. فالهدف من هذه الندوة هو الالتقاء مع أكبر عدد ممكن من الجمهور وحوار. الندوات الحوارية هي يعني ليست أول مرة نحن نعملها، نحن دائماً عم نعمل هاي الندوات من شان نضع المثقفين والفنانين والنخبة الاجتماعية أمام الناس للحوار، للتفكر مع بعض، يعني تناقل الهموم. كنت بقعد قلد الضيوف، يعني كانوا يجوا لعنا على البيت مثلاً، واحد مثلاً بخيل كنت قلده، واحد بيحكي كتير كنت قلده، يعني بشكل ساخر. هاي قبل ما أرسم، قبل ما أتعلم الرسم. فلما وعيت لقيت إنه الكاريكاتير أنسب إطار للأفكار اللي أنا بذهني. فهي يعني الموهبة السخرية هي موهبة يعني تخلق مع الشخص. حط صوت على العملي بالمستقبل.